ما كابتن احمد برضو نفس الشيء، انت بتحب ريال مدريد جدا انا عارف. طبعا، بس النهارده انا مش عايز ريال مدريد، يمكن عشان برضك عشان محمد صلاح. محمد صلاح بقى فخر لينا، يعني مش في مجال الكوره بس، يمكن محمد صلاح فخر في لاي وظيفه، لاي واحد عنده طموح، لاي واحد مجتهد، لاي واحد بيسعى. شايف حاجه، حد بيشرفنا قدام العالم كله، بنتمنى ان اللعيبه دي فينا يبقى زيهم زي محمد صلاح. بتكلم اللعيبه يا كابتن على حاله محمد صلاح اللي عملها؟ والله انا بتكلم في كده، بس انا عندي هدف، يمكن انا مختلف شويه، ممكن ساعات بتكلم بس عن طريق الفريق الاول بتاعنا. يمكن دايما بحمس الاولاد في الحكايه دي، هدفك الاساسي هو ان انت تلعب في الفريق الاول، ومن خلال بقى الفريق الاول تخرج زي رمضان صبحي، زي تريزيجيه، محمد صلاح كده. لكن دلوقتي هتخرج هتعمل ايه؟ ما ينفعش. انت الهدف بتاعك انت، ومحمد صلاح نفسه خرج من الباب الكبير للنادي المقاولين ولعب في الدرجه الاولى، وبعد كده جاله موضوع بازل وانتقل. ده وضع طبيعي، والنادي الاهلي كمان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. يمكن مش هقول لا، ده النادي بينافس الانديه العالميه دي، ده حقيقي، احسن نادي في افريقيا. فالطبيعي ان انت بتتشرف وبتتمنى ان انت تمثل النادي الاهلي في الفريق الاول، وده حاجه بزرعها في الاولاد زي ما انت اتربيت وزي ما انا اتربيت في النادي، وعارفين احنا بنعمل ايه، وعارفين بنشتغل ازاي. فاحنا بنزرع فيهم الحكايه دي، ان انا الهدف بتاعي الفريق الاول.